طيب هننتقل أيضا لتصريح للكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، نقلا عن موقع صدى البلد الإخباري: الأعلى للإعلام، حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية حق دستوري. الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قال إنه الإعلام باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مضيفا إلى إنه الإعلام هو مرآة بتعكس ما يدور في المجتمع بمصداقية وحيادية. وأضاف كرم جبر في مقدمة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإعلام إنه الإعلام بيلعب دور كبير في رفع درجة الوعي الصحيح لدى الجمهور. وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه الصحافة ومؤسساتها باقية ولن تنهار وأنها الحارس الأمين على القضايا القومية. ووضح أنه المجلس ناقش المشاكل اللي بتواجه الإعلام وتم وضع الحلول ليها من أجل العمل على تطوير الإعلام والصحافة. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان أصدر تقرير سنوي ثالث له لحالة الإعلام المصري، وشمل فصل يعني بيتكلم عن حرية الرأي والتعبير، وأكد على حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية باعتبارها حق دستوري وقانوني أصيل من حقوق المواطن لتحقيق الشفافية في الرسالة الإعلامية وبناء الثقة بين المواطن وإعلامه في ظل الثورة التكنولوجية اللي يعني بتصعب من مهمة أي نظام إن هو يخفي أي شيء عن المواطن. كمان أكد المجلس على ضمان حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية. وأشار إلى أنه لم يتلقى أي شكاوى بمنع كاتب رأي من كتابة مقاله أو حذف فقرات منها أو أي شكاوى بشأن منع أي إعلامي من ممارسة عمله. ده كان تصريح للكاتب الكبير كرم جبر.